سلام الله عليكم مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أحداث وأصداء تأتيكم من قناة المغاربية في لندن. مشاهدي الكرام، نخصص هذه الحلقة اليوم للحديث عن التنظيمات المسلحة الجهادية التي ظهرت في الآونة الأخيرة سواء في العراق أو في سوريا على غرار ما اشتهر إعلاميا بتنظيم داعش أو الدولة الإسلامية في العراق والشام، حيث تعود جذور هذا التنظيم المعروف كما ذكرنا باسم داعش إلى جماعة التوحيد والجهاد التي أسسها الأردني أبو مصعب الزرقاوي في العراق سنة 2004 بعد الغزو الأمريكي. وفي سنة 2006 أعلن الزرقاوي مبايعته لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن ليصبح الاسم الجديد تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، كما أعلن في العام ذاته تشكيل مجلس شورى المجاهدين بزعامة عبد الله رشيد البغدادي. لكن الزرقاوي قتل في العام نفسه فانتخب أبو حمزة المهاجر زعيما للتنظيم، ثم تم تشكيل تنظيم دولة العراق الإسلامية وتزعمه أبو عمر البغدادي. بعد قتل أبو عمرو البغدادي وأبو حمزة المهاجر على يد القوات الأمريكية والعراقية، انعقد المجلس مجلس الشورى لهذا التنظيم ليختار أبو بكر البغدادي خليفة له والناصر لدين الله سليمان وزيرا للحرب في دولة العراق الإسلامية. وفي شهر أبريل 2013 أعلن البغدادي تأسيس دولة العراق والشام، الأمر الذي ارتد على التنظيم سلبا بعد رفض الجولاني زعيم جبهة النصرة هذا الدمج. مشاهدي الكرام، لمحاولة فهم إذن الخلفيات الفكرية والعقائدية للتنظيمات الجهادية المسلحة، ما لها وما عليها، وربما نخصص الجزء الأكبر لما صار يعرف الآن على كل وسائل الإعلام العربية والأجنبية بداعش، نريد أن نفهم هذه الظاهرة، كيف انتقل اهتمام تنظيم القاعدة واهتمام الجماعات المسلحة من أطراف العالم العربي إن صح التعبير حينما كان في أفغانستان وفي غيرها إلى قلب العالم العربي، إلى موطن الصراع الدولي إن صح التعبير. إذن لمحاولة فهم كل هذا المشهد الواسع، يسعدني أن يكون ضيفي في هذا الجزء مدير مكتب خدمات المجاهدين سابقا الشيخ عبد الله أنس. مرحبا بك شيخ عبد الله، وشكرا على قبول الدعوة. أستاذ عبد الله، طبعا أنت تعلم جيدا أن هذه التنظيمات الجهادية لم تبرز في العراق، إنما كان ربما خلفيتها جميعها تقريبا حيث كنتم أنتم في أفغانستان مع الشيخ عبد الله عزام رحمه الله. هل ممكن أن نتحدث قليلا عن كيفية ظهور هذه الجماعات؟ ربما بعد قليل سنتحدث عن الخلفية العقائدية والفكرية كذلك لهذه الجماعات، ثم ما لها وما عليها. شوف أنت، أشكرك أخي سمير، يعني أنت عندك يعني حسب السياق التاريخي فيه عندك عقيدة الأمة في نصرة بعضها عبر التاريخ. يعني الأمة عبر التاريخ لا تعرف حدود جغرافية. نعم. يعني لا يوجد هذا مغربي لماذا يقاتل في الجزائر، وهذا جزائري لماذا يقاتل في سوريا. يعني تاريخ الأمة. نعم. يعني وأنت إذا ذهبت الآن إلى القدس توجد حارة المغاربة، وإذا ذهبت إلى سوريا توجد حارة الجزائريين. مما يعطيك النقلة التاريخية أن هذه الحدود لم تكن موجودة في عقيدة الأمة. نعم. في دينها. يعني الأمة مفتوحة على بعضها، ولذلك مؤسس كتائب القسام الذي تسمى عليه كتائب القسام الآن في سوريا هو عز الدين القسام، هو سوري. نعم. يعني بمعنى يعني كون الشباب الذين يذهبون سوري يذهب يقاتل في سوريا، أو جزائري يذهب يقاتل في العراق، هذه ربما الغرب ما يفهمهاش. بالنسبة له دخلها في الإرهاب، المخاطر على العالم وكذا ما يفهمهاش، ولكن في عقيدة الأمة وفي تراثها الفكري والثقافي والفقهي عبر التاريخ هذا حجر أمر يعني بسيط جدا 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 ومتعارف عليه. وتم تجديد هذا الروح بالضبط عندما أسسنا مكتب الخدمات في سنة 83، لأن الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه هو المؤسس
لتجديد هذه الظاهرة، يعني كونها تتجدد على أرض واحدة في معركة الإسلام في أفغانستان بعد انقطاع قرن من الزمن أو أكثر تجددت. ولذلك بعض الناس يطلقون على هذه المرحلة وكأنها يعني بدر، يعني في التجديد، وليس بالضبط يعني مقارنة ببدر. نعم. نعم. من ناحية الأفضلية، وإنما من ناحية يعني الشيخ عبد الله عزام جمعت أطيافا كثيرة. نعم. فكانت الفكرة الشيخ عبد الله رحمة الله، حتى لنا نسرد كثير ونغرق. نعم. كثير. فالشيخ عبد الله رحمة الله أسس مكتب الخدمات لنفس الأهداف، يعني يأتي مسلم إذا ضاع شبر، القاعدة الفقهية تقول إذا ضاع شبر من أرض الإسلام وجب النفير حتى يتخلص ذلك الشبر. طيب. من ربق المحتلين. نعم. فكانت يعني مرتكز الفتوى لتأسيس مكتب الخدمات كانت تقوم على هذا الأساس. ولكن هنا يعني وقعت بعد ذلك، هنا عندك أنت النية الصادقة وعندك الفعل الصائب. نعم. وهذا ما سنتحدث عنه. نعم. لأنه الآن فوقع هذا الذي يعنينا الآن. نعم. نعم. هذا الذي يعنينا. نعم. وإذا جاءتك فرصة كأنك تشير. نعم. يعني إذا سوف نتحدث عنها. سوف نأتي. نعم. لهذا، لكن دعني في البداية أرحب بالشيخ علي القرداغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. شيخ علي أشكرك على قبول المشاركة معنا، لك التحية. بداية أود أن أعرف منك بداية هذا الفكر السلفي الجهادي كما يطلق عليه أو كما يصطلح عليه الآن، ما هي أساسا شرعيا جذوره الفكرية والعقائدية، وهل يتناسب مع واقعنا المعيش؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أرحب بضيفك الكريم، ومن خلالكم أرحب وأحيي وأسلم على جميع الإخوة والأخوات، وأقدم تهنئتي ودعائي لجميع الإخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها بمقدم إن شاء الله أو بقرب موعد أو مقدم هذا الشهر الفضيل الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وأمن وأمان وعزة وكرامة لهذه الأمة الإسلامية التي نرى أن السهام تتجه إليها من كل جانب، وأن الأعداء يتكالبون عليها من كل صوب. حقيقة لا شك أن الجهاد هو ذروة سنام الإسلام، وأنه القمة، ولا شك في ذلك أن الجهاد هو الأساس، وسيظل الجهاد ماضيا إلى يوم القيامة. ولكنه كما أن للصلاة شروطا، وكما أن للزكاة شروطا، فإن لإعلان الجهاد ولجهاد بمعنى القتال عفوا، بمعنى أن كما أن للزكاة شروطا وأركانا وكذلك للصلاة، فإن للجهاد بمعنى القتال أيضا شروطا وأركانا لا بد من توافرها، ولا بد أيضا أن ينظر إلى مآلاتها. نعم. والجهاد في الإسلام حقيقة هو ليس خاصا بالقتال فقط، إنما هو شامل لكل الوسائل التي تبذل في سبيل خدمة الدين وحماية الدين ونشر الدين، بكل الوسائل، بالمال وكذلك بالوسائل الإعلام. ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى بالمناسبة هذه الجهود المباركة التي تتجه نحو يعني الدفاع عن الإسلام ونشر الإسلام من خلال وسائل الإعلام. الحمد لله، أظن ولا نزكي أحدا على الله، أن قناتكم وبعض القنوات الأخرى تقومون بها، ثم الله سبحانه وتعالى بالجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي جهاد بنشر القرآن وكذلك بالدعوة إلى الله، وهو الإعلام في وقتنا الحاضر، الإعلام الموجه الذي يقوم بهذا الدور. فالجهاد معنى واسع جدا، ونحن كما يعني يبدو سؤال حضرتك حول الجهاد بمعنى القتال. الجهاد بمعنى القتال كما قلت لابد أن تتوافر فيه الشروط، وهو وسيلة وليس غاية. بالمناسبة الجهاد وسيلة لحماية الدين وكذلك ولتثبيت الدين ونشر الدين بمعناه العام والخاص، وليس غاية في حد ذاتها، ومن هنا ينظر إليه من حيث المآلات، من حيث من يعلن ومن لا يعلن،
ومن حيث الشروط والضوابط ومن حيث مدى الحاجة إلى هذا الجهاد لهذا المعنى الذي ذكرنا. طيب فمن هنا علي. إذا نظرنا إلى هذا الجانب نرى أن حقيقة أن اليوم الجهاد اختلط فيه مع الأسف الشديد الحابل بالنابل إن صح هذا التعبير، وكل جماعة تريد أن يعني تريد أن تعلن الجهاد العالمي، وهذه الجماعة مهما كانت ليست مخولة بأن تحل وأن تقوم محل الأمة الإسلامية. طيب. الأمة الإسلامية شخصيتها المعنوية يمثلها يعني الخليفة الراشد، أو فرضا لو اتفقنا الآن على أن يكون هناك أئمة تتوافر فيهم الشروط والضوابط وما أشبه ذلك. أما هذه الجماعات مثلا هنا وهناك فهي جماعة إسلامية لها الحق فيما يسمى فيما يسميه فقهاؤنا الإسلامي الإسلاميون أو فقهاؤنا في الإسلام يسمونه بجهاد الدفع، فلهم الحق أن كما حدث في أفغانستان مثل ما قال أخي الحبيب الأستاذ عبد الله أنس، الشيخ عبد الله رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله عزام أخونا وحبيبنا، فالله إن شاء الله أن يعني يكون إن شاء الله في الفردوس الأعلى بإذن الله تعالى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا رجل أعلن وساهم في هذا الجهاد الذي يسمى جهاد الدفع، لأن الروس المحتلين الروس احتلوا أفغانستان وهي دولة إسلامية، ومن هنا قاموا بهذا الأمر. شيخ علي شيخ علي حتى فعلا هذه الفكرة هي نعم. حقيقية. طيب شيخ علي حتى نقترب إلى الواقع المعيش اليوم، خلينا نأخذ أمثلة الآن، ما يحدث في سوريا، ما يحدث في العراق على سبيل المثال، هل هو يدخل تحت الجهاد هذه الجماعات التي تقول أنها تمارس الجهاد الآن في العراق وفي سوريا على غرار الدولة الإسلامية في العراق والشام، جبهة النصرة، الجبهة الإسلامية، هل هذه الجماعات تمارس الجهاد بشروطه الشرعية أم أنها كما يصفها الغرب بأنها جماعات متطرفة يعني لا تمارس الجهاد كما جاء في الإسلام؟ لا، نحن حقيقة يعني نحن لسنا لا يمكن أن نصدق ما يقوله الغرب، بل في بعض الأحيان إن الغرب يقوم هو نفسه بإثارة المشاكل داخل يعني الأمة الإسلامية وخلق مواقع التوتر كما يقول كيسنجر حتى تتحقق هذه النظرية، وهي ما تسمى بالفوضى الخلاقة، أي الفوضى التي تخلق لهم فرص العمل وفرص السيطرة وفرص الهيمنة. هذه الجماعات التي الآن كما نشاهد في سوريا بالذات مع الأسف الشديد نرى جبهة النصرة وتحاربها جماعة داعش، فرغم أن كلتا الجماعتين تدعي أنها تابعة للقاعدة والمفروض أن تلتزم كذلك بحكم القاعدة، ولكن مع الأسف الشديد أضعفت حقيقة داعش الجهاد في سوريا، أضعفت المقاومين. حكومة بشار أسد من الأمام تضرب بكل هذه الوسائل، ووراء ومع إيران وحزب الله، وداعش من الوراء تضرب هؤلاء المجاهدين. هل هذا هو الجهاد؟ أبدا، هذا الذي يحدث هو حقيقة فتنة، وسم مهما كانت وهي حقيقة الجماعات يعني تضر، خاصة بعض هذه الجماعات تضر بالمشروع الجهادي نفسه. كذلك الآن المآلات الآن تترتب على هذه الأمور، نحن دعونا وطلبنا في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حقيقة من أول يوم طالبنا بوحدة الجماعة المجاهدين تنفيذا لقوله سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، حتى رب العالمين لم يقل صفوفا، صفا واحدا. فكيف تكون هناك صفوفا ومتفرقة ويضرب بعضهم البعض؟ واضح حقيقة مما يؤذي. نعم شيخ علي، يعني واضح من كلامك أن هناك شروطا شرعية لا تلتزم بها هذه الجماعات التي تقاتل الآن في سوريا وكذلك في العراق.
يقولوا فيما يتعلق الآن شيخ علي، فيما يتعلق الآن مع جماعة داعش، كل علماء سوريا، كل مجاهدي سوريا حقيقة مع الأسف الشديد يقولون هذا الكلام. أنا أقول هذا الكلام ولكن وحدي. أنا يعني وصلتني رسائل وتقارير واستبيانات وشهادات، ونحن الآن ننتهز هذه الفرصة لنوجه دعوة أخي إلى هؤلاء، لأن داعش حقيقة القاعدة الأساسية لداعش شباب متحمسون، شباب يعني معظمهم ناس طيبون، لكنه أرجوهم هذه مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى أن هذه الدماء لا تراق بين مسلم ومسلم، وإنما تراق وتوجه نحو العدو المشترك. طيب شيخ علي، فبناء على هذا الكلام وهذا التفصيل الذي كنت تتحدث عنه، هناك مجموعات تعد ربما بالآلاف من الشباب العرب المتحمسون من شمال أفريقيا، من الجزائر، من المغرب، من تونس، من ليبيا، من مصر، من أماكن كثيرة تتجه صوب القتال في سوريا، ومعظم هذا الشباب حسب تقارير يذهب للقتال مع داعش. أنا أود أن أرجع كذلك للأصل الشرعي في النفير، في نفير هؤلاء الشباب وقتالهم ضد عدو أو ضد صائل كما يسمى بالمصطلح الفقهي. هل يمكن أن نتحدث عن جهاد عيني فرض عين على كل مسلم فيما يخص ما يقع في سوريا، أم أنه يبقى دائما جهاد كفائي، خاصة وأن العلماء، أنت تعلم يعني ربما كنت متابع في ذلك الوقت زمن حكم مرسي في مصر، اجتمع عدد لا بأس به من العلماء في مصر وأصدروا فتوى زعموا من خلالها أن الجهاد في سوريا جهاد عيني يجب على الكل النفير. كيف تشخص إن صح التعبير، كيف تنظر أنت إلى نفرة هؤلاء الشباب والتحاقهم بسوريا، وما هو التصنيف الشرعي لهذا الجهاد، فرض عين أم أنه فرض كفاية؟ جميل. أنا حقيقة يعني أؤكد تأكيدا على ما تفضل به أخي أستاذ عبد الله، على أنه من حيث المبدأ العالم الإسلامي عالم واحد، هذا كلام صحيح 100%. لا، وإذا وجدت مخاطر على شرق هذا العالم يجب على أهل المغرب أن يقوم بهذا، وهكذا من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. هذا هو مبدأ ثابت لا نختلف فيه، إنما نختلف في مسألتين. هل الجهاد الآن في سوريا فرض عين؟ لا يمكن أن يقال إنه فرض عين من ناحية تأصيل الشرع، لأن معنى فرض العين أنه يجب على هذه الأمة الإسلامية مليار و700 مليون نسمة، من هو قادر على حمل السلاح أن يساهم أن يدخل في هذا الجهاد، وهذا غير وارد. هذا الأمر الآخر. والأمر الثاني أيضا مسألة المآلات، ما الذي يعني يترتب على مجيء هؤلاء الإخوة إلى سوريا؟ ترتب عليه مشاكل حقيقة ولم يستطيعوا أن يحققوا النتائج المرجوة. ومن هنا أيضا نحن سألنا أهل البلد، هل أنتم بحاجة إلى الأفراد؟ إحنا في الاتحاد العالمي سألنا علماءهم، سألنا جمعياتهم العلماء، قالوا نحن لسنا بحاجة إلى الأشخاص، نحن لسنا بحاجة من يأتي مسكين من تونس ولا من مغرب ولا من خليج ولا من أي مكان، وما الذي يفعل هذا؟ نحن لا ينقصنا، ينقصنا أمران، ينقصنا السلاح النوعي الذي نستطيع به أن نصد وأن نمنع هذه الطائرات وهذه البراميل، براميل الموت، وينقصنا كذلك الخبرة المتخصصة في بعض المجالات. هذا في هذين المجالين نعم، لكن أنه يأتي شخص وإيش فائدته، مرات يكون عبئا. وإخوة السوريون الآن ما شاء الله عددهم حسب معلوماتنا بعشرات الآلاف، بل يزيد 150 ألف شخص. ولو وجدنا مالا نعم، الآن جهاد بالمال، جهاد بأمرين اللذين ذكرناهما نعم. فلذلك إخوة الكرام، لا، الإسلام أعظم شيء في الإسلام وخاصة في الجهاد الصف، والصف يعني التخطيط، والتخطيط يعني معناه نراعي إيش الحاجيات الأمة،
وكيفية نجاح الأمة. طيب. وما يترتب عليه المعارض. إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقفل. شوف أخي الحبيب، لابد أن نراعي الآن الغرب، إحنا الآن أمة مستضعفة. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل عبد الله بن أبي بن أبي سلول الذي قال هم الذين يقولون لئن رجعنا إلى المدينة يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل هو، لم يقتله ولم يقتل جماعته من المنافقين، رغم أنهم ظهرت منهم ظهر منهم الكفر، قال حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه. وهذا ما يسمى في عرفكم ما يسمى بالحملة الدعائية المضادة. نعم. لما يجي عشرة أشخاص من هنا ومن هناك ويرتبون مشاكل ويرتب على ذلك أنه دول من قاعدة ولا من قاعدة ويترتب عليه على ذلك مفاسد، أليس هذه المآلات معتبرة في فقه الإسلامي ولا ما معتبرة؟ لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، وهذا من باب سد الذرائع. نعم. ومن باب فقه المآلات. طيب. الذي أفصله القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. شيخ علي، الآن تنظيم داعش ما يعرف اختصارا هكذا في وسائل الإعلام بداعش، سمى هذا التنظيم بتسمية جذابة إن صح التعبير للشباب المتحمس، فسمى نفسه الدولة الإسلامية في العراق والشام، ويعني أصبغ على نفسه هذه الصفة، صفة الدولة. هل يمكن أن يعتبر هذا التنظيم فعلا دولة؟ هل هناك مجموعة تغتصب مكانا أو أرضا وتفرض عليها شروطها وتسمي نفسها أو تعلن نفسها بعد ذلك دولة إسلامية؟ هل فعلا هذا التنظيم يرقى إلى مواصفات الدولة الإسلامية التي لا بد على الشاب الراغب في الجهاد أن يلتحق به؟ لا، شرعا وعرفا وقانونا ومصطلحا لا يمكن أن تعتبر هذه جماعة معينة تعيش فترة زمنية محدودة في مكان ثم تطرد أو تحارب أن تسمى دولة إسلامية بهذا المعنى العام ويجب طاعتها. الآن أيضا في كل مكان هم ينطلقون من هذه الفكرة ومع الأسف الشديد ويحاربون بقية الجماعات، يقول إما أن تنضوي تحت رايتي وإما أن تعتبر بغاة. هذا شيء وهذا خطر جدا أخي. مسألة البغاة هذا خاص بدولة شرعية مستقرة. وأنا أقول لإخوة الأحبة في يعني من الشباب، يعني من بعد فقه المآلات كانت هناك دولة طالبان بسبب بعض التصرفات أخي أسقطت هذه الدولة. طيب وهل يتوقعون أنهم الآن يعني يقيمون دولة بهذه الطريقة في العراق وفي الشام؟ أمام يعني ما أعتقد ما يمكن، وخاصة بهذه الطريقة. طيب. فلذلك لابد أن يلجأوا ويراجعوا مثل إخوان الجهاديون في مصر قاموا بمراجعات، يعني لما قاموا بمراجعات وكتبوا حوالي 17 مجلدا في هذه المراجعات، وفعلا تغيرت وجهات نظرهم تماما ودون أي ضغط من الناس. وحتى طيب. الآن شوف في مصر يعني رغم كل المشاكل. فلذلك أنا أرجو من إخواني أن يراجعوا أنفسهم. طيب شيخ علي، ولا يعتبروا أنفسهم دولة، إنما طيب. يعتبروا أنفسهم جماعة إسلامية. طيب شيخ علي، في أقل من دقيقة لو سمحت، سؤال أخير، ما هي الرسالة التي يمكن أن توجه أساسا لشباب المغرب العربي الذين يتدفقون بالمئات كما تقول التقارير على القتال في سوريا، ومعظمهم كما ذكرنا في البداية يعني يلتحق بتنظيم داعش؟ ما هي رسالتك لكل هؤلاء الشباب؟ أنا رسالتي لهؤلاء الشباب أن 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 لا يأخذهم الحماس دون يعني اللجوء ودون الاعتماد على الفقه، كما قال الإمام ابن العربي في كتابه العواصم، قال العواطف عواصف، العاطفة وحدها إذا لم تضبط بضوابط الشرع وبالفقه العميق تكون عواصف حقيقة، عواصف كبيرة جدا. أنصحهم حقيقة بأن يدعموا إخوانهم في سوريا بما لديهم من مال، بما لديهم من ناحية إعلامية،
وأن لا يذهبوا إلى هذه الأماكن إلا إذا كان أهل البلد طلبوا منهم أو إلا إذا كان لديهم خبرات عالية. وأنا أنصح حقيقة إخواني كذلك الذين يعني أن يذهبوا الآن. أخي أصبح في سوريا مع الأسف الشديد داعش يعني تحارب جبهة النصرة وتحارب جميع الجماعات الأخرى بدون استثناء إلا إذا انضوت تحتها. يا أخي أنت أعمل حينما إن شاء الله تتحرر سوريا، حينئذ يكون هناك مجال لكل واحد يعبر عن رأيه. فهم هذا حقيقة إشكالي، أنا أنصحهم بأن يستفيدوا من الزمن وأن يستفيدوا من التاريخ. شكرا جزيلا للأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ علي القرداغي، شكرا جزيلا لك، كنت معي عبر الهاتف من الدوحة. شيخ عبد الله أعود إليك، أخف منه شيء من الوقت لأنه لا يستطيع أن يبقى معنا يعني طيلة الحلقة. فقط أود أن أعود إلى، تحدثنا نحن على أصول هذا التنظيم أساسا، ربما الفكرة بدأت مع الشيخ عبد الله، توحيد هؤلاء الناس رحمة الله عليه، ثم انتقلت فكرة أو ظهرت فكرة ما يسمى بالقاعدة على يد أسامة بن لادن. هل كانت فكرة القاعدة قريبة من فكرة الشيخ عبد الله عزام، أم أنها بدأ ربما قد يقول بعض بدأ الانحراف عن فكرة الشيخ عزام المؤسس مع ظهور القاعدة؟ مثل ما قلت لك أخي سمير والمشاهد الكريم، يعني المسألة لها أصلان، أصل ضارب في التاريخ كما قلت لك، والأمة الإسلامية تجربتها، يعني الشامي يقاتل في اليمن واليمني يقاتل في المغرب. وعندما يطلق كلمة حارة المغاربة مثلا، ليس بالضرورة المغاربة يعني بالمعنى الدولة القطر، يعني المغاربة ذلك الوقت المغرب العربي يعني. والأصل الثاني وهو الذي تم تجديده بعد تأسيس مكتب الخدمات في 83 على يد الشيخ عبد الله عزام في الجهاد الأفغاني. فلا سؤالك وقع انحراف كبير، وأول هذه الانحرافات هو أن الشيخ عبد الله عزام رحمة الله عليه كان عندما يعني 98% من الذين جاءوا إلى أفغانستان إما جاءوا تأثرا بمقالة كتبها الشيخ عبد الله عزام، وكان ذلك وقتها يصدر مجلة الجهاد، كنا نصدرها ذلك الوقت، كانت تصل إلى العالم، كنا نبعثها لأوروبا وأمريكا والعالم العربي، في بعض الدول كان عليها إعدام يعني أيام زين العابدين والقذافي، وأعدم الكثير من الناس كانت عندهم مجلة الجهاد لأنهم كانوا ضد الجهاد. فالشباب الذين جاءوا الشيخ عبد الله عزام وضع لهم إطارا فقهيا. هذا الإطار الفقهي الذي وضعه أوله سماها مكتب خدمات المجاهدين، أي بمعنى، وهو قالها ممكن ترجعون إلى أشرطته رحمة الله عليه، قال نحن خدم للأفغان، أي وهنا خدم، كلمة خدم تقتضي أن الذين يديرون المعركة على الأرض هم أهل البلد. هما أهل البلد، إذ كما جاء في الحديث لا يجوز أن تتأمر على إنسان في بيته، لأنه حتى فيه نهي نبوي. فأنت تأتي فيوزعهم، يأتي الشباب ويوزعهم على الأفغان، هذا يذهب إلى الجمعية الإسلامية مع برهان الدين الرباني، وهذا مع حكمة يار، وهذا مع خالص، ولكن الذي يدير المعركة يعني بمعنى إذا كان عندهم المكاتب الأفغان كان عندهم مكاتب في أوروبا مفتوحة ويجمعون تبرعات، يعني مكاتب حكمة يار كانت في باريس وكانت في لندن، ومكاتب رباني ومكاتب يعني، لأن الغرب هذاك الوقت ما كانش عنده مشكل مع الجهاد الأفغاني في تصفية الحسابات ضد الاتحاد السوفيتي، يعني تصفية حسابات ما عندوش مشكل يعني هذا. ولكن المقادرون على إدارة المعركة يعني يفاوضون الروس أو لا يفاوضون، يفتحون سفارات في أوروبا أو لا يفتحون، يقبلون تبرعات من أمريكا أو لا يقبلون، هذا قرار محض قادة الأفغان. والشيخ عبد الله كان يوصي الشباب دائما، ما جئتم هنا أنتم إلا لنصرة إخوانكم، فلا تكونوا عبئا عليهم. والوقت ما يسمح ليش حتى أسرد لك كثير. هذا الانحراف وقع الآن، الانحراف الذي وقع، القاعدة مبدأ النصرة حولته من خدمة أهل تلك القضية إلى التأمر عليهم، وهنا وقع الانحراف. يعني أنت عندما يأتيك شاب من الجزائر
ويأتي إلى أفغانستان هو حتى يفهم إيش الفرق بين البشتون والتاجيك، وحتى يفهم إيش الفرق بين الشمال والجنوب، وإيش الفرق بين حكمة يار وبين، هي تحتاج إلى كورس 3 سنين ربع سنين حتى تصير خبير حتى تستطيع تفتي في هذا الشأن، لأنه شأن بعيد عنك. يعني مثل ما يعني بالضبط مثل ما تجيب واحد أفغاني وتحطه في الجزائر حتى يفهم إيش الفرق بين تيزي وزو وبجاية وغردايا والعرب والجنوب والأمازيغ وعرب، وإيش الفرق بين أية أحمد حسين وبين الجبهة الإسلامية، هذا يحتاج 3 سنين حتى يفهم هذه الجزئيات. فكيف لما يوصل للعراق وبعدين يبني إمارة لنفسه ويصبح عنده إنترنت نتاعه الخاص وإمارته الخاصة، ويخطف من يشاء ويختطف من يشاء ويفجر من يشاء كما فعلوا يعني. والآن تكررت في نفس سوريا، فهنا وقع الانحراف. الشيخ عبد الله دعا للنصرة، ولكن النصرة أن تكون تحت إمرة وفي خدمة أهل البلد. يعني بمعنى أنت القاعدة أحرفت هذا مبدأ النصرة، أعطت له بعد آخر، أي بمعنى يعني مثل ما فعل يعني الزرقاوي عندما ذهب للعراق، هو أردني. المفروض كان الأولى هيئة العلماء علماء العراق أن تضع نفسك تحت خدمتهم، وهم يقولون لك هذه أولويتنا وهذه مش أولويتنا. نفس الذي فعل الآن تكرر في سوريا، الذي تكرر في سوريا ذهبت يعني الشعب السوري لو نظرنا يعني شيخ عبد الله عذرا أن أقاطعك هنا، طبعا هم ربما يجعلوا أنفسهم يقولون أن الائتمار بعلماء هم لا يعترفون بهم هذا لا يجوز، على اعتبار أن فهم هؤلاء العلماء للدين فهم خاطئ وعقيدة ربما تكون فاسدة، وهم جاءوا ليصحوا عقائد الناس ويعيدوا الإسلام الصافي. أنا أذكر أنه الشيخ عبد الله عزام كان حتى من نصائحه للمجاهدين العرب أنهم لا يتدخلوا في الممارسات الدينية للأفغان، لأن هناك مذهب حنفي مختلف عن المذاهب الأخرى، وقال لا تتدخل لا في عقيدتهم ولا في شيء من ذلك، كونوا فقط خدما لهم. هذا الفكر وهذه المفسدة التي حذرنا منها ونحذر منها، لأن ما بني عليها من مفاسد قد أذهب الثمرة والآن واضحة. يعني أنت ذكرتني الآن بشيء، أنا أذكر كنت في 87 مع الشيخ عبد الله الله يرحمه في الحج، وكان ما في دعانا الشيخ بن باز رحمة الله عليه حتى يفهم من الشيخ عبد الله ما الذي يحصل على الأرض. فالشيخ عبد الله قالوا يا شيخ يأتون بعض الشباب من السعودية قد أتعبوني، يريدون أن ينزلوا الفقه السعودي على الأفغان، وجاب له أمثلة. مثلا قال له الأفغان يعني لا يجهرون بالتأمين، يعني في القراءات الجهرية عندما يقرأ الإمام في صلاة الفجر أو المغرب أو العشاء، في المذاهب الأخرى يقولون أمين بالجهر، الأفغان يسرون بأمين، يقولون أمين بس. فتخيل أنت مرة مسجد فيه 500-600 مصلي، ولما خلص الإمام الناس كلها ساكتة، واحد فقط آمين. هذه بالنسبة للعوام والناس أفغان كأنها أتيت بشيء جديد في الدين، بدعة، لأنهم لا يدركون فقه المذاهب، وهذا عوام في النهاية. فهل تعلم الذي حصلت بيناتهم صراع؟ فالشيخ عبد الله قال له بعض الشباب في العالم، فهو نقل له فتوى شيخ الإسلام بن تيمية: صلوا كما يصلي أهل البلد حتى لا تلبسوا على العامة دينهم. هذا على مستوى الفقه. فما بالك عندما يأتي تونسي أو مغربي أو جزائري ويذهب إلى سوريا وهو لا يعرف إيش الفرق بين العلوي وما هو النصيري وما هو العربي السني، وبعدين أنت إذا وضعت نفسك في خدمة أهل البلد هم أدرى بتشخيص أولويات المعركة، ومن هنا وقعت المفسدة. فعندما جاء الإخوة في جبهة النصرة، ونحن قلنا هذا من منبركم هذا، يعني المفروض الشعب السوري كانت معركته معركة واضحة وبسيطة جدا، يعني يفهمها الغربي ويفهمها العربي، اللي هي ناس شباب صغار ذراري صغار خرجوا في سوق درعا. هذا كيف بدأت الثورة، بدأت بهذا الشكل، يعني السلمية واضحة جدا. جاءت الشرطة وقلعوا أظافرهم، خرج الناس وتظاهروا، قالوا يا جماعة هذا لا يصير، مش معقول يعني شباب يخرجوا يقولوا كلمة، يكتبوا كلمة في الحيط، تقلعوا أظافرهم وتقتلوهم بهذا الشكل. وبدأت تتوسع الأمور يعني حتى يوقفوا هذا القمع الذي يمارسه بشار الأسد وجيشه. فتوسعت الثورة وبدأ الناس يخرجون من الجيش السوري ويتعاطفون مع الثورة. دخل على الخط هذا الفكر، ودخل هذا على الخط هذا اللي هو تعقيد
الميسر، يعني عقدوا الأمور كانت ميسرة يعني. وحتى الغرب بدأ يتأثر، خاصة بعد أن استعمل بشار الأسد الكيميائي. نعم، كانت فيه نفرة عالمية، وكان الملف تقريبا مرر إلى مجلس الأمن حتى يتخذوا إجراءات لتوقيفه. مباشرة هنا أعلنت النصرة والدولة العراق ودولة وداعش لا انتظروا، هذه ليست معركة الشعب السوري ضد بشار الأسد، وإنما هي معركة إحياء الخلافة هنا في سوريا، وهذا تنظيم عالمي وبايع الظواهري. توقف الغرب فتشتتت يعني معركة الشعب السوري صارت معقدة حتى الناس تفهمها. وهنا ضيعوا فرصة كبيرة، هي النية صادقة يعني. وهنا لا نتحدث عن النوايا الصادقة، الفهم في نحن نتحدث عن المآلات كما نتحدث عن المآلات، لأنه أنت شاب جالس في يعني جاب في فرنسا ولا في أوروبا، جالس هنا ربما يدرس ومنعم ويمشي في هذه الشوارع الأوروبية، وفجأة يقرر يمشي، هذا واضح أنه مش راح يتاجر، مش راح يجمع فلوس، مش راح يبحث على شهرة، واضح أنه النية اللي وعدت يعني النية اللي دته هناك نية صادقة. ولكن هذه النية صادقة تحتاج إلى معرفة، تحتاج إلى علم، تحتاج إلى خبرة، تحتاج، وإلا تتحول إلى مفسدة. وهذا الذي حصل ودفع الجبهة الإسلامية إلى إصدار ميثاق الشرف الذي أعلنته. وهي سنتحدث عنه كذلك. فقط حتى نذكر مشاهدين الكرام أنه اليوم الساعة 9 بتوقيت غرينتش، 10 بتوقيت الجزائر، هناك لقاء خاص ومهم جدا مع رئيس الهيئة السياسية للجبهة الإسلامية في سوريا حسان عبود، لقاء جاءته معه المغاربية، سيبث هذا المساء، يتعلق بكل هذه الظروف التي نتحدث عنها، سيكون اليوم بتوقيت 10 بتوقيت الجزائر. الشيخ عبدالله، الآن فيما يتعلق، لأنه فيه مشكل فعلا الآن، هو هؤلاء الشباب المتحمس الصادق الذي يرى القتل والتشريد والتعذيب للنساء وأطفال ورجال كبار من قبل جنود بشار، فينفر، يريد أن بهذه النية أن يكون سندا لإخوانه، لكن بمجرد أن يصل هناك إلا ويجد نفسه يرفع سلاحه في وجه مجاهد آخر. كيف يمكن، ما هي رسالتك، كيف تنظر أنت لهذا، هذه الخلوطة بين قوسين يعني التي بالتعبير الدارج التي صار عليها المقاتلون في اختلط الأمر فعلا؟ أنا أكرر لك بالمناسبة، تذكرتني ما قلته أنا هنا في برنامج اللي هو يعتبر من أكبر البرامج في بريطانيا هنا، ناطق باللغة الإنجليزية، نيوز نايت. دعيت إليه قبل بضعة أسابيع، وسألني الصحفي نفس السؤال، وقلت له نحن هنا لابد أن نفرق بين الانتنشنز والأكشنز، يعني بين النوايا الصادقة وبين الفعل. يعني رزيتنا أو مصيبتنا أو مصيبة العالم الإسلامي ليس في النوايا الصادقة، وإنما في الفعل الصائب. النية الصادقة، أنت إذا قرأت قول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذه الآية إذا لم تنطبق في سوريا وفي غيرها من البلدان التي يحرق فيها المسلمون، أين تنطبق؟ يعني البراميل المتفجرة تنزل على الصبيان وتنزل على الحوامل وتنزل على المستشفيات، ليس فيه صراخ للمستضعفين أكثر من هذا. فكون الشاب يستجيب لهذا، هذا بالعكس، هذه إشارة صحية، هذا قرار صحي وليس عقيم. ولكن المشكلة كما قلت لك، وحتى الفكرة التي ذكرنا بها الرأي العام البريطاني هنا، يعني هم كأنهم أقعدوا الدنيا، أقاموا الدنيا ولم يقعدوها. كيف بريطاني يروح يقاتل خارج، يعني بريطاني مسلم، يروح يقاتل خارج بريطانيا؟ فذكرنا هنا الرأي العام البريطاني، وقلنا لهم هذه ليست أول مرة بريتش سيتيزن، بريطاني، مواطن بريطاني يروح يقاتل خارج بريطانيا لقضايا عادلة هو يؤمن بها. وضربنا لهم مثال أن كثير من الشباب البريطاني ماتوا مع الثورة التغيير الديمقراطي الذي حصل في إسبانيا ضد فرانكو، لأنهم كانوا يظنون أنه فاشي وديكتاتور، والثورة الإسبانية كانت ضده، إعجابا بالثورة الإسبانية. كثير من الشباب الإنجليزي وهم أصول إنجليزية ذهبوا إعجابا بهذه معركة الحريات. كذلك إلى يومنا هذا أيضا ذكرنا هذا بالرأي العام البريطاني، فيه كثير من الإسرائيليين، الإنجليز الإسرائيليين يذهبون يؤدون الخدمة الوطنية في إسرائيل ويقاتلون الفلسطينيين ويعودون.
معناه ليست حاجة جديدة، ولكن نحن رزيتنا مصيبتنا أن هؤلاء الشباب يعني لا يذهبون فقط يساعدون أهل البلد ويرجعون، عندما يتم استقطابهم إلى أجندة أخرى. نعم. يعني أنت عندما تذهب هناك تجد نفسك مبايع الظواهري. طيب هذا الظواهري، طيب يعني أين الظواهري؟ وإيش يعني ما الذي يربط هذا مع المعركة ضد بشار الأسد؟ أين الظواهري؟ طيب أين موجود الآن؟ فالآن خلاص الظواهري ما عادش موجود، صاروا يبيعوا البغدادي. وبعد ذلك ظهرت مصيبة ثانية. لا، حتى الظواهري هذا بالنسبة لداعش يعني آخر شريط. نعم. آخر شريط للتوبة. نعم. يعني دعوه للتوبة وقالوا وعابوا نعم. على الذين يقولون عليه كيف أنت. نعم. يقال عنك حكيم الأمة، بل أنت سفيه الأمة. نعم. فإذا يعني معناه تتخيل أنت يعني ضع نفسك أنت في 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 في, في موضع هذا الشاب التونسي. طيب. فارغ الذهن، لا عنده فكرة، لا عنده فقه. طيب. لا عنده لكن برغم هذا تجد نفسك أنت أمام متاهة هذه، إما قاتل مسلم أو مقتول على يد مسلم. لكن المشكل برغم كل هذا اللي تقوله أنت، المئات لا زالوا يتدفقون. أكيد. على هذا المكان. أكيد. وخاصة على داعش. أكيد. يعني على اعتبار أنها سمت الدولة. أخي سمير. نعم. أخي سمير، هل أنت تظن أنك أنت من خلال برنامج مثل هذا أو برنامجين أو ثلاثة تستطيع أن توصل الرسالة هذا ما تراه وعيا يجب أن يصل؟ ما راحش يصل. طيب. لابد من تكثيف، من تكثيف، لأنه أكيد. وخاصة الآن الرزية، رزية الأمة وبلوتها في الشيخ اللي هو يسمى شيخ إنترنت. يعني هو أصلا. نعم. الآن. نعم. لم يعد الآن يسمع لا من الشيخ القرضاوي ولا من الشيخ الألباني ولا رحمة الله عليه. الآن الشاب يكفيه أن يجلس يضع الهيدفون على رأسه، يدخل موقع وخلاص. نعم. وخلاص يسمع وخلاص، يعني يتعبى وينشحن وهو يختار المكان اللي يروح له. وبالتالي المسألة كنا النية صادقة ولكن تحتاج إلى فعل. ومن هنا جاءت تكييف، يعني تكييف النفير ومشروعيته. هل هو فرض عين أم هو فرض كفاية؟ هذا من أجل، لأنه إذا كان فرض عين. نعم. كما يقول وينص الفقهاء، إذا ضاع شبر من أرض الإسلام وجب على أهل تلك الأرض تخليصه، فإن قعدوا أو تقاعصوا وجب على من يليهم. فإذا تقاعصوا وقعدوا أو لم يقدروا. نعم. فهنا الذي حاصل في سوريا الآن، وكما تفضل فضيلة الشيخ القرة داغي من الدوحة ونحييه. نعم. من هنا. نعم. أيضا نحن التقينا مع القيادات السورية الفاعلة، وخاصة أكبر فصيل اللي هو الآن الجبهة الإسلامية التي انضوت تحته الفصائل الكبرى. نعم. وعندما أصدر ميثاق الشرف يعني أشار فيه إلى أن سوريا هي لجميع السوريين. نعم. خرجت عليه مجموعات وأدانته النصرة وهاجمته. هم قالوا كيف تقول سوريا لجميع السوريين؟ يعني بمعنى أن هناك طوائف ليست مسلمة في سوريا. كيف تقول نصيريين؟ فهذا من الانحرافات. طيب من قال لك ما النصيري هذا الذي يعيش في سوريا؟ هذا مش مواطن، هذا مش مهاجر جال سوريا قبل 20 ولا 40 سنة. نعم. هذا رآه العز بن عبد السلام، ورآه شيخ الإسلام بن تيمية. نعم. ورآه. نعم. ابن القيم. هذا عايش هنا قرون ويعيش هناك، والإسلام تكيف مع الشريعة الإسلامية وتكيف مع الخلافة الإسلامية. يعني كون أقليات. نعم. غير مسلمة النصرانية. نعم. أو يهودية أو نصيرية أو علمانية تعيش في البلاد الإسلامية، هذا ليس جديدة. هناك أحكام خاصة بالأقليات المسلمة. ايه. في الدولة المسلمة، لكن هما غير المسلمة. أنا أحيانا أرتعش عندما أوصل أقرأ بعض التعليقات. بعض. طيب. واحد من معارفنا بعث لأمه تكست، يعني. نعم. رسالة قصيرة يقول لها بإذن الله هنا المحيا وهنا الممات، ولن نغادر سوريا إلا بالقضاء على آخر نصيري. يعني معناه حربهم ضد النصيري. يعني معناه ضد بشار. يعني. نعم. يعني معناه هذا فيه انحراف وفي عدم صدق مع أهل الأرض. هل أهل الأرض عندما قاموا في درعة وقاموا في حمص كان في نيتهم أنهم يبايعوا الظواهري أم يضيعوا يقضوا على بشار الأسد في دولة؟ وأشار البيان أيضا ميثاق الشرف قال نريده، ما تقدرش تتصور كم الإدانة والضغوط التي جات على قيادة الجبهة. نعم. الإسلامية فقط لأنهم أشاروا إلى دولة القانون. كيف تريد دولة القانون؟ نعم. أي قانون كذا؟ يعني يا جماعة دولة القانون، أنت إذا كان بلد فيه 70% 80% 90% عرب سنة. نعم. أنت كيف تتصور هذا القانون إذا كان ما فيهش بشار الأسد الدكتاتور الظالم إذا زاح من على صدور أهل سوريا، وبكرة غدوة إن شاء الله كان فيه انتخابات حرة ونزيهة. هذا اللي راح توصل له. أنت ليش لماذا تفتح معركة
ثم احنا كذلك ذكرنا الإخوة، قلنا يا إخوة الجهاد من عقيدة أهل السنة، الجهاد خلف كل بر وفاجر، حتى في العقيدة الطحاوية في عقيدتنا الجهاد خلف كل بر وفاجر، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. ويقول شيخ الإسلام بن تيمية أحيانا قيادة الفاسق الكفء تكون مفضلة على قيادة التقي الغير كفء، لأن كفاءة القائد الفاسق تعود بالنفع، يعني التكتيك في الحرب تعود بالنفع على الكل وفسقه يعود على نفسه، والقائد الغير كفء الضعيف تقواه يعود على نفسه ولكن إخفاقه يعود على الأمة. المصلحة العامة مقدمة. فأنتم كيف تأتون الآن إلى ويريدون يعني إحنا لو رجعنا مثلا هل علي لابوانت ولا جميل أبو حيرد ولا العربي بن مهيدي ولا زيغود يوسف، هؤلاء الذين قتلوا فرنسا وأخرجوها مش بالضرورة، لو سألت علي لابوانت هل يعرف نصر الدين الألباني؟ ما يعرفش الألباني، لم يكن لسأل فيه ولا يعرف عقيدة طحاوية ولا يعرف، ولكن هو بالنسبة له هذا جهاد، الجزائر بلد مسلم احتل من فرنسا، طيب تحريره فرض وبدأ يقاتل. لكن هؤلاء القائدة والداعش جاء يعني عقدوا المسألة وحملوها أكثر مما تحلم. لا استنى أنت قبل أن تقاتل، ما هي عقيدتك؟ ما هو الولع والبراء؟ تقول داعش هي ضرر على الجهاد إذن؟ أهل البلد يقولون، أهل سوريا يقولون ضرر. ولذلك أنا سمعت عذرا سمعت من يقول من نقل عنهم أننا يعني أقصد تنظيم داعش أنه ليس مطلوب منا قتال بشار ولا إسقاط نظام دمشق، نحن مطلوب منا إقامة دولة إسلامية. الرقة هي مساحتها أكبر من مساحة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أسس أول دولة في الإسلام، فنحن نكتفي بهذا، نقيم دولتنا في هذه الرقعة، إن جاءنا العدو ندفعه وهو دفع للصائل، لكن طلبه وتحرير باقي الأرض ليس واجبا شرعيا. هذا الذي تقوله أنا سمعته في الفيسبوك والإنترنت وأردت أن أتأكد بنفسي، فسألت المكتب السياسي للجبهة الإسلامية اللي هو الأخ أبو عبد الله الحموي، فأكد لهذا، قال لي لم يطلقوا طلقة وإنما يحرروا بعد أن يحرر المجاهدون الفصائل الأخرى تحرر المنطقة، يأتون وينصبون نقطة تفتيش وينصبون مخفر ويكتبوا عليه الدولة الإسلامية، ويعلنون على سكان القرية أو المنطقة أو كذا أن طاعة الولي اللي هو ولي أمير الدولة الإسلامية واجب، وكل من خرج عليه دمه حلال. طيب يا جماعة احنا كيف أنتم تثير يعني تعلنون دولة وإحنا ما وصلناش إلى دمشق ولا خلصنا معركتنا مع بشار الأسد؟ لا، يقولوا هذاك جهاد طلب. نحن هنا أقمنا دولة الإسلام وعلينا الآن جهاد الدفع. إذا كان إذا هذه دولة الإسلام تعرض لها بشار الأسد فنحن ندافع عنها، وإلا نحن أقمنا شرع الله، فهم ليس عندهم جهاد أبدا ولا يقاتلون. طيب لماذا يهاجموا الموصل في العراق وهاجموا تكريت؟ لماذا لم يكتفوا بالفلوجة مثلا وخلاص يقيموا فيها الدولة؟ لماذا قاموا هناك وهذا بالجهاد؟ أيضا ما يدفعنا يعني. وهذا أخي سمير أيضا ما يدفعنا إلى مسألة أخرى. أنت لو نظرت إلى العذاب والقهر الذي تعرض له الأغلبية الصامتة في العراق، هم يطلقون عليهم أهل السنة، لا بل هم الأغلبية من العراقيين، القهر الذي تعرضوا له من قبل حكومة المالكي الطائفية بالدعم الإيراني ما يعلمه إلا الله، قهر ما يعلمه إلا الله، اغتصاب للنساء وقتل العلماء وتفجير للمساجد وما إلى ذلك. فالشعب يعني وكأنما وجد نفسه بين شرين، شر طائفية المالكي وشر غلو داعش. وكأن الشعب العراقي وكأن لسان حاله يقول اللهم غلو داعش وبعدين سنتفصل، يعني رايح نحل المشكلة معه في المستقبل، خلينا نخلص الآن من الشر الأكبر اللي هو شر طائفية المالكي. فهؤلاء الشباب، ولذلك قلنا النية صادقة ومستعد يموت في سبيل الله. طيب لو سألك هل تعلم يعني ولي الموصل حاطين أخ يمني؟ طب كيف أين العقل؟ كيف تحط أخ يمني؟ يعني هذا إسلاميا ليس عيب، ولكن فقه الواقع وفقه الفقه الأولويات وفقه طيب الواقع. الوقت انتهى، لكن سؤال أقل من نصف دقيقة، بالنظر لمعرفتك بهذه الجماعات الموجودة في أساسا في سوريا تقاتل الآن، أيهما الأقرب
للفهم الوسطي للإسلام، أيهما التي ترفع فقط راية إسقاط الظلم وإسقاط الطغيان وتحرير البلد من متسلط، ليس من علوي بل من متسلط، من دكتاتور اللي هو اسمه بشار الأسد ونظام، أيهما أقرب هذه الجماعات؟ صح، إن استطعت أن تقرب الصورة. نعم. لحد الآن إذا نظرت إلى الفصائل الثلاث، الجبهة الإسلامية والنصرة والدولة، داعش، أجندة داعش، أجندة توسعية، يعني دولة لا توجد إلا في أذهانهم، ليست موجودة على الأرض. ثم تأتي النصرة، النصرة مبايع الظواهري، مبايع القائدة العالمية. ثم تأتي الجبهة الإسلامية التي أعلنت ميثاق الشرف، مجموعة الفصائل هذه. يعني أقرب وحدة ممثلة ومنسجمة مع مطالب الثورة السورية بالشكل الذي انطلقت عليه أول يوم هي الجبهة الإسلامية. وهي التي تضم أكبر الفصائل السبع. فيعني الآن لأن هي معركتها ليست معركة، يعني معركة عالمية، وليست معركتها القضاء على آخر نصيري أو علوي أو ما إلى ذلك، وإنما هي تقول سوريا للسوريين. والذي سيحسم الموضوع هو انتخابات نزيهة ودستور، دستور يحكم ينظم شرعية الحكم في سوريا. فهي يعني معركتها مبسطة وواضحة. فالذي نراه لحد الآن هو أن الجبهة الإسلامية هي أقرب، أقرب انسجاما مع مطالب الثورة السورية. أشكرك شكرا جزيلا، مدير مكتب خدمات المجاهدين سابقا الشيخ عبد الله عزام، شكرا جزيلا لك على قبولك. عبد الله أنس، شكرا جزيلا لك على قبولك هذه الدعوة. مشاهدي الكرام، فقط أذكركم أن هذه الليلة الساعة 9 بتوقيت غرينتش، 10 بتوقيت الجزائر، هناك بث لقاء خاص مع رئيس الهيئة السياسية للجبهة الإسلامية في الجزائر حسان عبود، تحدثنا فيه عن كل هذه المواضيع، علاقة النصرة بالجهاد وشكل الدولة التي يريدون إقامتها بعد التخلص من نظام بشار. إذن إلى ذلكم الحين، لكم مني ومن كل الفريق العامل تحية طيبة، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.